النهاردة الفيديو هو هدية لكل واحدة بتعرض ايديها للنشير. النشير طبعا بيخلي ايدينا سمراء غير بشرتنا تماما. النهاردة هنتخلص ان شاء الله من اسمار اليدين. تابع معايا الفيديو، مش بس الايدين، كمان اي منطقة غامقة، الركب، الكوع، كل حاجة هنقدر ان احنا نعد بشرتها الاساسية. تابع معايا الفيديو للنهاية هتستفاد كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بوصفة هي محتاجينها كلنا، ايا كان بقى درجة بشرتك، لونها، ايا كان. الايدين اكتر مكان بيتعرض للنشير في الحر ده، فبنتعرض كمان لاسمرار غير طبيعي او غير مسبق مش موجود عليه بشرتنا من قبل. مش بس كده، كمان في ناس عندها بيكون الكوع والركب والكفين من تحت، كمان القدمين من تحت بيكونوا غامقين عن الجسم. هنعمل النهاردة خطوتين سهلين قوي هيفتحوها. طبعا تتعمل معانا، هقول لكم كل الخطوات طبعا، الفيديو معانا ان شاء الله للاخر. ولكن لو اول مرة بتزوروا القناة فضلا منكم وليس امرا، قوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبكم. اول حاجة هنجيب سكر. هنا بقى انت ممكن تحطي سكر بني وهو الافضل طبعا، بس انا بحب اعمل سكراب بالسكر الابيض لان بشرتي حساسة. وهنعمل هنا ده بيكنج صودا ومعانا ليمون. الناس اللي عندها بقى حساسية من الليمون كنسلي الفيديو فده مش هينفعك. وزيت زيتون. ممكن كمان هنضيف عسل ابيض او عسل نحل، بس انا مش هضيف عسل نحل، انا هضيف هنا معلقة سكر اهو. دي الخطوات الاولى اللي هو السكراب، وبعد كده التبييض عليها نص معلقة من زيت الزيتون لما نوصل لقوام احنا عايزينه. مش عايزين نكتر ونهرد في الحاجات دي لان احنا طول الصيف، بس مش عايز اكتر من كده. طبعا انا طول الصيف هحتاج ان انا اعمل بشكل اسبوعي السكراب، شايفين انا عايزة ده كده بس. كل اللي انا هحتاجه ان انا همشيبه كده على ايدي، او هاخد الجزء ده، خلينا بقى ناخد شيء منه كده كده. طبعا عذرا عن الحاجات اللي هتنزل هننضفها احنا. ده السكراب بالظبط كده. هتبتدي ان انت تفركيه 5 دقايق على بشرتك عشان تزيلي اول طبقه منه، او اللي احنا بنسميها دايما الطبقه الميته او الجلد الميت. بترفقيه زي ما انا بعمله كده. فايده السكر ان هو بيعمل لك عمليه التقشير. عسل النحل مهم جدا للناس اللي عندها حساسيه، تمام؟ يعني ضيفي معلقه عسل نحل لو انت عندك حساسيه، لان هيعمل لك على ترطيب اكتر فما هيكونش عندك قلق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتعملي ايدك وبتعملي ايدك التانية، وبتعملي ركبك وبتعملي الكوع وبتعملي قدميك من تحت. ده لو انت عايزة تعملهم تقشير، وان انت فعلا عايزة تعملهم مرحلة التبييض دي كخطوة اولى، وهنحطها على جنب. هتفوت 5 دقايق وبرضه هتبرمي كده او هتعملها حلقات دائرية، وبعد كده هتشرفوها بالمية الجارية. وارجعنا لكم كخطوة اولى. لو انتوا خدتوا بالكم بقى، في هنا اللونين مختلفين طبعا، لان احنا هنا عملنا ازالة للجلد الميت ك خطوة اولى. الخطوة التانية معانا هنا هنجيب الليمونة وهنجيب البيكنج صودا. نفتح الليمونة، تمام، هنزيل منها البذور. هنضغط عليها كده ضغطة عشان انا عايزة السائل بتاعها كده، ضغطة من هنا، ضغطة بسيطة. هنجي على البيكنج صودا، ودي امنة وكويسة جدا بتاعت الحلويات عشان لو حد سأل. وهناخد كده، شايفين بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نفرك. الناس اللي عندها حساسية من الليمون ممنوع منعا باتا استخدام الوصفة دي. طبعا انا عشان على الكاميرا المعصم ما ينفعش ان يبان، فلكن ممكن ان انت تنزلي كمان المعصم بتاعك عادي جدا وبتكملي الوصفه بتاعتك بالشكل ده. اهم حاجه تعملي زي ما انا بعمل كده بالظبط.
وبتتركيها 5 دقايق. فايدة ال5 دقايق هنا ان هي هتعملك على تنعيش الجلد وترطيبه وتفتيح البشرة. هي جميلة جدا جدا، هتعمليها كمان على الكوع وهتعمليها كمان على الركب وعلى القدمين. بس هبقى اعمل لكم ان شاء الله طريقة ازاي تزيل الجلد الميت من القدمين اللي هي تشققات الاقدام او الكعبين تحديدا، لان في ناس بتحتاجه في الصيف. هنغسلها ونرجع لكم تاني. هنيجي هنا بقى للمرحلة الاخيرة، واحنا خلاص غسلنا ايدينا اهو، شايفين الفرق طبعا واضح. احنا عايزين نعمل كريم ترطيب. انا بحب دايما كريمات نيفيا، وقبل كده عملت لكم ترطيبات كتيرة جدا جدا وتركيبات كتيرة جدا جدا هتاخدي منها، بس هي اقتصادية. خلي بالك للنقطة دي ان هي اقتصادية جدا. يعني اقتصادية يعني بتاخدي ايه، حاجات صغيرة كده، حاجات ناعمة ما تتقليش. وبعدين هتبتدي برضو ان انتي تعملي بكل نعومة وبكل حركات دائرية وبسيطة كده اهو. خدها كده قاعدة ان هو تعملي ايه، صابع صابع، يعني اهتمي بيه قوي. والخطوة دي كمان مهمة جدا. يبقى احنا هنا عملنا 3 حاجات، عملنا سكرب وعملنا وصفة تفتيح وعملنا كريم الترطيب بتاعنا اللي هو انا بفضل كريمات نيفيا بشكل او باخر. ده اول حاجة اللي هو كان معانا السكرب، هو بيكون عبارة عن سكر وزيت زيتون وعسل نحل. ما عندكش عسل نحل او ما بتفضليش العسل النحل، ما تستخدموش. لو انت بشرتك حساسة يفضل استخدام العسل النحل عشان ينجح معاكي السكرب. تاني حاجة بتعملي معانا البيكنج صودا مع نص ليمونة، وبالخطوة اللي انا شرحتها بالفيديو. طيب انت عندك هنا مشكلة في الليمون، ممنوع استخدام الوصفة نهائيا لو عندك اي حساسية. عملت الخطوات وتمت على خير، بتعملي كريم ترطيب جيل سولايد نيفيا، اي كريم مرطب عندك مفيش اي مشكلة. وبكده يبقى انت حافظت على ايدك في الصيف وقدرت ان انت ترجعيها. طبعا مش هترجع معاكي من اول مرة كلون اساسي لما كنت عليه من قبل، ولكن هي هتبتدي ترجع معاكي تدريجيا. بس انت هتحسي بفرق كبير جدا 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 بعد استخدام. استخدميها معانا مرة بس كل اسبوع لمدة شهر. بعد استخدام الشهر، يعني خلاص عملت ال4 مرات في الشهر، بعد كده بتعمليها مرة واحدة فقط في الشهر. مش هنحتاج نعمل عملية تقشير او تفتيح لليدين الا كده طول فصل الصيف. طبعا واحد بيتعرض، انتظروني كتير جدا مواصفات متابعيني الكرام. شكرا للناس طبعا اللي كملت معايا الفيديو للاخر، ولو انتوا محتاجين حاجه معينه سيبوا لي ده في الكومنتات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.